السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات ديالي لاباس عليكم؟ صحة بخير. اليوم جبت لكم غادي نوجدو واحد الوصفة بسيطة غادي نديروها العشية الكوتي حيت ما عادش نقدر نخرج للمخبزات، غادي نصوبها في دارنا. هاد الوصفة غادي ندير باغيت ولا كيف تيقولو الخبز فرنسي ولا تيبان، المهم بحال شكل كومير هو صغيور ان شاء الله. غادي نبدا بالمقادير، المقادير غادي يكونو ان شاء الله بسات موجودين في كل دار. غادي نبدا ان شاء الله، غادي ندير فيها 3 كيسان ديال الفرص، وغادي ندير فيه القمح الكامل حيدا من عين اخرى الغليظه ومغربل. غادي تكون معاه معلقه ديال الخل، 2 معالق كبار ديال الزيت، الا كانوا زبده مزيان كانوا الزيت مزيان، معلقه كبيره ديال الخميره، قبيصه ديال الملح وما دافي باش نعجن ان شاء الله. وغادي نبدا معكم الوصفه. غادي نخلطو الفرص، هاد الفرص مقليه غربلتو كتشوفوا، نخلط هي الفرص حتى القمح حتى التالي حتى يطلع هذا قليصة ديال الملحة. غادي نديرو الحميرة، وغادي نديرو دابا غادي نخليوها نغطيها ونخليها ترتاح ان شاء الله حتى تخمر، عاد غادي نعاود نرجعو تشوفو واش غادي ندير. دابا من بعد ما خمرت لنا نشوف شكل البنات، غادي نخلطوها، غادي نستعمل يديا. شفتو هاكا البنات؟ نفرغها شويه من هذاك الهواء اللي فيها، ندير فيها معلقه ديال السنيده ما قلتهاش قبيله باش تولي اللون ديالها، معلقه ديال شويه معلقه صغيره ديال الخل، واحد معلقه ديال الزيت او ولا زبده بحال بحال اللي كان موجود حتى الخل. نزيدو على هاد العجينة، أصلا خاصها تكون مرفوفة متكونش قاسحة. خصنا نجمعوها مزيان، عاد نبدا تنبل الكرة ان شاء الله. هانتوما شتو مكتكونش قاسحة، كتكون شوية جارية باش تجي من الداخل مشفشة، وحنت فيها القمح باش ميجيناش نقص. هاد الشكل غادي يجي ان شاء الله هكا، ترتاح واحد شويه ان شاء الله. عاد نزيد على ديك الزيت ندخلها فيها، ديك الساعه غادي تشوفوا كيفاش نرجع نكملها ان شاء الله. دابا غادي ندخل هاد الزبيده في هاد الشتور، تيجي طلوب متيجيش بحال العجينه الاخرى. ندخلو علاش هاد الزيت كان كله فينو ولا كله فورس، يعني كل فرصة عفوا ما نحتاجوش هذيك المعلقه ديال الزيت او الزبده، ولكن حيت هو فيه القمح والقمح يعني كامل محيده منه من خير الغليظه، داكشي علاش درنا هذيك المعلقه ديال الزيت.
باش ترطبو باش يجي شويه تقيل. غندخلها فيها مزيان صافي. نحيدها نحاول نخدمها شويه نلقاها شويه كندخل فيها هذيك الزبيده مزيان غادي نبدا مزيان ومن بعد غادي نقطعها غنوريكم كيفاش غادي نقاد دوك البيتي بانت. دابا غادي نخدم هاديك العجينة نقطعها نحاول نقطعها قد قد صغار ما بتمش كبار. إذا جاتكم كتلصق هي اصلا مرفوفه حاولوا معها بشي نقيطات الزيت ما ديروش لها زيت باش ما تكسحهاش. باش تعطيك النتيجه احسن حيت لما درتوش لها الدقيق كتبقى طبق. دابا بلا ما نخليها ترتاح نخدم هاد التلفون شقدي نديرو لها شويه دقيق ماشي مشكل ومن نديروهاش من ما نزيروهاش شويه الهنا نقرصوها كيف لكم كاين هاد التشكيل هكا اللي يكون شويه من هنايا شويه ما خلوهاش غليظه حيت باقي غادي تنفخ. ندخل وحده اخرى كاين هكا اللي ما تخليش لهم الجناب. غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل هاد الثلاثه اللي بقاو ونحطهم في اللاطا وتشوفوا اشنو غادي باش غنزين كل وحده فيهم يخمروا شوي ومن بعد غادي نوريكم كي ولاو منين يخمروا عاد ندخلهم للفرن. دابا البنات من بعد ما شكلتهم قبيله كتشوفوا كاملين درتهم في هاد اللاطا يخمروا او ما خمرتهم شرطتهم بالموس وزينتهم دهنتهم بالماء فقط باش تحمر لهم الوجه ديالهم. دهنت هادي زينتها بشويه ديال الحباس سوداء هنايا بالزنجلان من النافع هنا درتي شويه ديال الدقيق المهم اللي عندكم باش غير على المنظر. ها هما خمروش شفتوا قبيله الحجم ديالهم كي كان فاش يلاه كملت ودابا كيف ولا قداش ولا الحجم ديالهم. دابا غندخلهم للفران في الفران انا عندي ديال الغاز ديال البوطه
درت فيه واحد اللطا فيها الماء، درتها لتحت، وهادو غادي نطيبهم من الفوق. يطيبوا ان شاء الله من الفوق، يبداو يتحمروا من التحت، عاد نزلوا من التحت، عاد من بعد نوريهم ان شاء الله لكم كيف خرجوا، كيف كانت النتيجه. وهذه هي النتيجه البنت ديال الوصفه ديالنا اللي جربنا اليوم من بعد ما طابت، خرجنا من الفران وراه طيبه محمره من بحال خرجتها من الفران بقى سخونه. ولا جربتوا الوصفه عجبتكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك ديالكم وباللايكات ديالكم، وتقولوا لي الاراء ديالكم. وشكرا والصحه والرحمه.